توليد يا ريت ترتاح شوي كمان. لا لا، أنا صرت منيحة هلأ. نحن لازم نعمل فحوصات دقيقة لحتى نطمن. ليش مو مبين إنه التوتر هو سبب كل هالشي؟ يعني ما بعرف، يمكن يكون التوتر هو السبب. بس شبك عمر، أنت بتعرف قديش صحتي منيحة. طيب هالوضع، تشنج القلب، يعني إذا استمر لفترة أطول من هيك يعني ممكن يأذيني برأيك؟ ممكن يسبب لك اعتلال بالقلب. اعتلال بقلبي؟ آه، مو ناقصني غير هيك. طيب بما أنك تحسنتي أنا رح أمشي. عمر، فينا نتعشى اليوم أنا وياك بس؟ ليك أنا مو حابة أضل لحالي أبدا، ومو جاي على بالي الأكل بنوب، بس إذا تعشينا سوا يمكن. خلص منتعشى سوا. لا تطول. ايه انت؟ لك شو عم تساوي هون؟ جوري نحن لازم نحكي. ما في شي نحكي انا وياك، روح من هون. جوري في شي بدي اقول لك يا تعالي. لك شو عم تساوي؟ هلا بيسمعوك اخواتي، روح. اذا ما اجيتي رح خلي الكل يسمع. تعالي معي. يلا تعالي. ماشي يلا اسكت. يلا يلا اترك ايدي، طول ما بالك. بدي تعالي. جوري جوري، مين اجا يا بنت؟ لك كيف ما عم بترد علي؟ لك بتكون توليب خانو معاوزتها. سلطانة قربي لعندي لقلك. المسا شو رأيك انه نطلع مع بعض نتعشى بمطعم ونحتفل بالصلحة؟ خير ان شاء الله، ما في بالعادة تعزمني يعني. حرام عليك يا مسعودة، يعني كأني عم اصرفهم على واحدة تانية غيرك. انا عم ضبهم مشان مستقبلنا انا وانتي. شوفي هاي بكرة جاي ابننا كمان. ايه طيب يلا قولي لجوري وسيلين يلبسوا ويجهزوا حالهم المسا. صهرك بده يعشينا سمك على البوسفور. بوسفور لي سفقك. لك اي سمك مسعودة؟ لا تحكي اي شي من عندك. ولك هني قطعتين صفيحة وخلصنا. يا عيب الشوم. تعرف لك صهري، انا من زمان جاي على بالي اكل سمك. سيلين شوفي يلا جهزي حالك، صهرك عزمنا اليوم على العشاء. شو من وين لوين؟ مالك بالعادة. بخ بخ ليك على هالحكي، عن جد عيب عليكم هالحكي يا بنات. قليل شو أخدكن أنا مشاوير. نسيتوا شاليه البحر؟ معقول نسيتوا إن استأجرت لكم إياه؟ إيه صح استأجرت، بس نص الإجرة بابا اللي دفعه. معناتها أنا اللي دفعت النص التاني. طيب خلص فهمنا. يلا رايح أخبر جوري لجهز حالة قبل ما يبطل صهري ياخدنا. ويوم ما بعثت لك مسج وقلت لك انه فينا نحكي من جديد. بعتي مسج بس ما وصلني منك شيء. انا وصلني تقرير الاستلام. جوري يعني شوفي اذا بدك، هاي المسجات ما وصلني شيء منك. كيف هيك؟ ما عم بفهم. انا بين عندي انه بعتت المسج ووصلتك. صدقيني ما بعرف، ما بعرف انا ما وصلني شيء منك. احيانا بتصير هيك اخطاء عادي. شوفي هاي موبايل. يعني لما ما رديت علي قلت لحالي اكيد بتكون نهيت كل شيء بيني وبينك. انت مجنونه شيء؟ انت طلبتي انه ننفصل، مو انا اللي طلبت. طب رسالتك كتبتي لي انه رح نرجع لبعض شيء؟ كتبت انه ما فيني اكون بعيده عنك. يعني بسبب رسالة واحدة بس؟
لأني ما رديت عليك بتنسحبي دغري جوري؟ لا مو مشان هيك. عمر أنا شفتكم. شو شفتي؟ أنت وتوليب خان كنتوا عم تبوسوا بعضكم. جوري اللي شفتيه بهاي اللحظة كان شي تاني. يعني مصر انك ما تحكي الحقيقة؟ عم قلك انا شفتكم بعيوني. لك ماشي جوري شفتينا بعيونك بس صدقيني مو مثل ما عم بتفكري. شو في يولا؟ توليب خانم جوري وعمر بيك بالحديقة بالظاهر انه نتصالحوا. هلأ ما سمعتهم منيح بس كأنه جوري كانت بعثت له مسج وهو قال له انه ما وصله شيء. هنن بالحديقة؟ بالحديقة. ايه طيب. جوري مسحي هالدموع. اللي فكرت فيه ما قاله اي اساس من الصحة. والله ما فيني اقول لك اكثر من هيك. هلا لو انت شفتني مع مجد بنفس الحاله واجيت قلت لك هالحكي بتصدق؟ اكيد رح اصدقك طبعا. بالله جد؟ الازدق مو اللي بتشوفه بعيونك؟ جوري اكيد رح اصدقك. الانسان اذا بيحب حدا عن جد بيوثق فيه وبيصدقه. نحن بدون ثقه ما فينا نكمل. وبس هيك؟ اي نعم بس هيك. جوري انا كتير بحبك يا عمري. انا خلص صرت عايش بقلبك الدافي. وهلأ لي مصدقتيني؟ انت زعلتي وزعلتيني بدون سبب. ما هيك؟ عمر مو بس بحبك بعشقك. أنا اللي بموت بقلبك يا عمري. طلق.